بيصدر نفسه كبطل شعبي، مقدام كأنه خارج من سيرة أبو زيد الهلالي. بتصيبه سهام النقد وسهام السخرية أحياناً. أحمد العوضي على المسرح. بتخاف من المسرح؟ أنا أصلاً ممثل مسرح، بدايتي كانت في مسرح الجامعة، لكن المسرح يظل هو صاحب الهيبة الأكبر. ما وقفتش عليه ليه تاني بعد ما نجحت كممثل؟ ما جاتش الفرصة، بس أتمنى أن أرجع للمسرح يعني. لو حياتك مسرحية تختار لها اسم إيه؟ طموح. لو هتكتب فصول مسرحيتك تختار تكتب الفصل الأول من تجربتك الإنسانية ولا من مشوارك الفني؟ لا، من تجربتي الإنسانية، لأن هي اللي أهلتني لمشوار الفن. تبدأها منين؟ من طفولتي. من عين شمس؟ لأن كل ده اللي أثر عليا بعد كده في مشوار الفن. إيه في طفولتك؟ كل طفولتي، تربيتي، نشأتي، بيئتي، علاقتي بأهلي، علاقتي بأصحابي، كل ده كان مخزون عندي وأنا صغير، قدرت إن أنا أكبر بيه فينعكس عليا في مشوار الفن. على السيرة دي، إنه انعكس عليك في مشوارك الفني، أحمد العوضي مصدر نفسه دايماً بطل شعبي، الشهامة والرجولة والطبع عين شمس وطبع المناطق الشعبية. ما بتحسش إن ده مخلي مفيش فصل بين حقيقتك وبين الأدوار اللي بتلعبها؟ لا خالص، أنا بحمل قضية معينة أنا كبرت بيها، ما كنتش كاره وما كنتش رافض لكوني ابن منطقه شعبيه، وان انا من 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 بيت مش غني ومش حتى متوسط. ما كنتش رافض ده من وانا صغير، وانا طفل صغير كنت احبه. فلما كبرت بيه ان انا بفتخر بالنشأة دي، ما كنتش رافض ليها وانا صغير. فعشان اكبر يبقى تصرفاتي عكس اللي انا شديد، هو زي ما اقول لك ايه، ما قلع الجلابيه، مش عايش عيشه اهله. لا، انا عشت عيشه اهلي وهفضل عايش عيشه اهلي وانا صغير، حتى لو انا النهارده نجمه او حتى النهارده انا. طب كممثل مش المفروض ان الممثل يجسد شخصيات مختلفه، شخصيات مش شبه بعض؟ ما انا بعمل كده. هو انا لما عملت الاختيار ده دور ارهابي، لما عملت الخديوي دور راجل بلطجي، لكن يحمل طابع من الجدعنة. لازم البصمة بتاعتك، امضتك على الأدوار، لأن هو ده بالنسبة لي الراجل. الراجل لازم يبقى جدع، الإنسان لازم يبقى جدع. هو ده الموضوع. الكوماندا سعيدي ملوش علاقة بالخديوي، بس يحمل طابع الجدعنة والرجولة. تمام. عملت عرب السويركي، هو واحد تاني مختلف عن الخديوي والكوماندا وشام عشماوي، لكن يحمل طبع ابن البلد. لكن انا مش المفروض النهارده مني عشان اثبت لك ان انا اتاثر بكلامك، فكلامك يلعب في دماغي فاعمل لك شخصيه مختلفه، فاطلع بره النطاق اللي انا مؤمن بيه، فاعمل لك روسي يعني، اعمل واحد امريكي، ما بعمل مصري. ايه اصل المصري؟ المصري اصله الشهامه والجدعنه، المصري اصله الطيبه، المصري اصله الكرم. طب مين اللي بتقول له اعمل لك اثبت لك؟ اخواتي اللي انا دايما بكلمهم هم. خلي بالك انا ما بكلمش حد، ما بقولش جمهوري، بكلم اخواتي، الناس كلها اخواتي، لكن اخواتي اللي انا بعنيهم، اللي انا طالع منهم من عندهم، اللي هم عوضي في في في, في نشأته في بيئته، اللي انا طلعت انا شبههم. تتخيل يعني اخواتك مش من الطبقات التانية؟ اخواتي برضه، لكن انا اخواتي بقى اللي انا الشقايق بقى، هم دول بقى الشقايق دول، هم دول اللي انا منهم. في ناس ممكن تيجي تقول لك هو انت ليه دايما بتطلع، فياخدوها من منطلق الادعاء. تمام. ايوه بيحصل وكتير بيحصل. وان هو مركب برسونا، وان هو مش عارف ايه والحاجات دي. طب هل انا اذيتك في حاجه يعني؟ هل انا بعمله ده اذيه ليك في حاجه؟ ما فيش حد بيقدر يكذب طول الوقت، ما فيش حد بيقدر يركب وش طول الوقت. لو انا مش حقيقي الناس ما تصدقنيش. صحيح. فمش معنى ان انت بتشوف قطعيات او نوعيات ما بيتكلموش زي عوضي، اذا العوضي هو اللي مش حقيقي. لا، انا بكلمك من قلبي،
الفيصل بيني وبينك هو رب العباد طبعا، مطلع على النوايا تمام. انا بتكلم من قلبي، انت عايز تصدق تمام. انا اللي يهمني في الاخر ايه؟ اخواتي يصدقوا مش اخواتي يصدقوا انا تمام. واحد منهم يقول لي بحبك في الشارع ابرق من 10 يحبوني. اخواتي يصدقوا دي اتقال عليها او المعنى ده يعني اتقال عليه انه انت بتراهن على السواد الاعظم، او ان انت بتراهن على اغلبيه الشعب المصري، عشان كده هم دول اللي انت مهتم بيهم، عشان كده هم دول اللي انت دايما عايز رايهم ودايما عايز تبقى قريب. عشان انا طالع وانا يعني يعني انا ذنبي ان انا طالع من الاغلبيه، طالع من نشأتي من السواد الاعظم؟ لا طبعا، ده انا كان ممكن اطلع لو انا طالع مش من السواد الاعظم، طفولتي كانت في طبقه تانية. فلما اجي اتكلم كده تعالى اقول لي انت عاوز السواد الاعظم، لكن انا اصلا طالع من عندهم، انا طالع من عندهم. فانا لو جالك دور ابن اكابر، لو جالك دور اعمله اعمله ليه ما اعملوش؟ بس مسلسلي هيبقى منحاز للطبقه دي. دي حاجه جوايا. انا ممكن اعمل دور ابن اكابر، اعمل دور ابن اكابر، بس المسلسل بيناقش مين؟ طب ما هو ابن الاكابر ده مصري وعنده مشاكل طبعا، غالبا انا ما بحكرش الجدعنه والشهامه. انا قلت المصري بطبعه شهم، جدع، كريم، صحيح، مقدام، تمام، بكافة طبقاته. انا بقى يهمني مين؟ تمام، اللي انا طالع من وسطيهم، اللي هم اهلي، اللي هم اخواتي. لو جالك دور واحد مش جدع وعمل حلو قوي والدور حلو قوي، تلعب فيلن وتلعب مش جدع انا راجل دلوقتي بشيل، انا بطل. انا بسالك اسئله صعبه صح؟ طبعا حلوه. لا اسئله حلوه، وانا مبسوط معاكي. ويعني انا ليه مبسوط ان انا قاعد مع منى؟ ان بتساليني اسئله بره الصندوق يعني. لا اعمله، ادخل جواك شويه. تمام، هعمله، بس ممكن اعمله من باب ان هو موضوع مغري ليا، لكن مسلسلي في الاخر برضه هيدور ناحيه الحته دي، حتى لو انا هطلع نفسي انا غلطان. بس انا في الاخر هنتصر في الاخر للطبقه اللي انا طالع منها. رايك انه المناطق الشعبيه هي اللي بتطلع الناس الصح، مش السوشيال ميديا المنفتحه؟ انت قلت الراي ده. طب ونجاحك على السوشيال ميديا وجمهور السوشيال ميديا، الناس اللي بتقعد تشير شغلك والناس اللي بتقعد ده بركه من ربنا ورزق يعني. طب ايه اللي منفتح في السوشيال ميديا مش عاجبك؟ ان الكلام بيبقى بلا ضوابط. حاجات كتير ممكن بني ادم يقولها على السوشيال ميديا ما يقدرش يقولها في الـ في الـ في, في الحقيقه. فده ده اللي بيضايق. تمام، انا احب دايما اللي انا اقدر اقوله لمنى دلوقتي اقدر اكتبه بايدي على السوشيال ميديا. لكن ما ينفعش ان انا حاجه انا ما اعرفش اقولها في الشارع او في الحياه بس اساسا واكتبها وانا مستخبي ورا. مش دي بقى جدعانه. ممكن واحد بتعمل مسابقات على السوشيال ميديا. حصل اليومين اللي فاتوا انه حد طلع، بنت طلعت وقالت انه المسابقات دي نتيجتها متفبركه، لان انا كسبت ونزلوا البوست وبعدين شالوا البوست ورجعوا كسبوا حد تاني، والحد ده طلع بيشتغل مع احمد العوضي في المسلسل. المسابقه دي انا بطلب منك اشتراك مثلا بتدفع فلوس فانا بضحك عليك. يعني بتدفع فلوس مثلا فانا بضحك عليك، انا بقول لك تعالى بس ادفع فلوس وانا اكسبك وانا بجيب. انا بيخش لي في اليوم 500,000 متسابق. ده عهد بيني وبين ربنا، عهد بيني وبين ربنا. انا مش ملزم بيه، لكن انا عايدت ربنا حاجه بيني وبين ربنا، ان انا عمري ما هكسب حد اعرفه. انا بقابل ناس كتير في الشارع. صاحب الكشك انا بجيب منه حاجتي، صاحب السوبر ماركت ما بيقوليش كسبني. تمام، طب ما انا ممكن اكسبه، بس هكسبه ازاي؟ ما اعرفش اكسبه. لو عايز اكسبك مش عارف اكسبك، لان النهارده هقول لك النهارده في 500,000 متسابق بيخش يعملوا ده. اولا انا اهو انا اللي بعمل السؤال، بحطه بايدي، انا اللي بختار بايدي، انا اللي ببعت المسج بايدي، وانا اللي بكلم الناس بنفسي، وانا اللي ببعت لهم على واتساب المكان والميعاد بنفسي، كل حاجه بنفسي، مفيش ادمن، مفيش اي حد، لان انا قلت لك دي حاجه بيني وبين ربنا. النهارده بقوم عامل سكرول كده على الاجابات. تمام، سكرول وهو واقف مره واحده. طلع فلان. اخش عنده، فاهم قصدي؟ اتاكد ان البروفايل حقيقي مش مضروب. تمام، اعمل كوبي لينك. تمام، وبعد كده ابعت له مسج اقول له رجاء ارسال رقم التليفون. يبعت لي رقم التليفون، بكلمه بنفسي، اخويا ازيك عامل ايه، مبروك انت كسبت، ابعت لي بس بعد اذنك على واتساب عشان ابعت لك المكان والميعاد. ده اللي بيحصل النهارده. انا مكسب كام واحد؟ مش انا مكسبه، ربنا جعلني سبب ان انا اكسب كام واحد. كسبت مثلا على مدار شهر رمضان 250 واحد
او 150 يعني في حدود 200 باجمالي المسابقات اللي عملتها مثلا 200 وحاجه. هل ال 200 وحاجه اعرفهم؟ اكيد لا. وفي حق وفي بني ادم في الدنيا، بس ممكن حد مثلا تلاقي نفسك ان انت عارف ظروفه او عارف ان هو محتاج، لا مش عايز تجرح شعوره، اساعده في الخف، لا مش هعملها، هساعده في الخف. طب هم طلعوا صوره حد معاك؟ ما هو صوره الحد ده، ما هو صوره الحد ده، انا في 10 جم كسبوا معايا مدينه الانتاج الاعلامي تمام. فجم يعني جم فتاخروا، فقلت لهم كان في ناس جايه من الاقاليم وبتاع، فافطروا معايا. انا النهارده انا وانا قاعد انا ومنى، ما هو اللي عايز يتصيد لك الاخطاء يتصيد لك. اكيد انا اذكى من كده بكتير، واكيد انا انزه من كده بكتير. النهارده انا قاعد انا ومنى، فكتبت مثلا ايه مره انا ومنى عبد الوهاب تمام، واحنا بنعد البرنامج مع بعض، ده افيه انا بقوله، هل انا بعد معاكي البرنامج؟ لا. مره انا وزميلي احمد العوضي واحنا بنراجع مشهد، هل ده معناه ان هو بيمثل معايا؟ طب هات لي المشهد اللي هو مثل فيه، هات لي الاوردر اللي على تليفونه اللي مبعوت له ان هو ازوج واحد، يقول لك دلوقتي ايه ما انت شلت مشهده، هات لي الاوردر اللي مبعوت له ان هو يمثل معايا. هذا لم يحدث، هذا لم يحدث ولن يحدث تمام. ولو انت المسابقه مضايقه ناس معينه، وانت بدل ما تكري عليا ناس تطلع تقول عليا كذا تمام، انت ليه بتقطع برزق ناس بتكسب تمام؟ انا ولا يشغلني الكلام ده كله، انا يكفيني ان اللي كسب ده عالي، اللي كسب ربنا اختاره، فاهم قصدي؟ عشان حاجه انا ما اعرفهاش، ربنا سببك ليه، ربنا جعلك سبب. انا ما ازعلش من اخواتي المتسابقين ان هم بيزعلوا ان هم ما كسبوش، لا ده على راسي. حقه يزعل، عارف حقه يزعل ليه؟ لان كل واحد في النص مليون نفسه ان هو يكسب. طب واللي يزعل يطلع يشكك في المسابقه ويشكك في النتيجه؟ ما هو ده مش متسابق، فاهم قصدي؟ ده ايه؟ لا ده مش متسابق. ده مين ده يا عوضي؟ ايا كان مين، تيجي حد يقول لك ده الناس دي مش محتاجه، انا ما تقولش الناس دي مش محتاجه يا راجل. مفيش حد هيحط لك صوره بروفايل وهو بيعيط، مفيش حد يصور صوره بروفايل، محدش هيجي النهارده. النهارده وانا جاي لمنى انا جاي لابس لبس حلو، ممكن ما البسوش وانا مع اصحابي تمام. فمش معنى ان واحد جاي يتصور معايا فهو لابس لبس حلو ان انت تشكك ان هو راجل محتاج. لا وده تعفف، محدش اضرب النفوس. لا يعني طبعا دي عايزه نفس وتعفف طبعا. ربنا خلاني سبب ان انا اختار الشخص ده لسبب ما هو يعلمه، مش انا. انا معايا يد ربنا على حاجه تمام. دي حاجه من جوايا تمام. مهما تعمل انا هفضل مكمل فيها تمام. المسابقه مضايقك، طب انا هعملها تاني. زبطت معاك في حاجه فحبيتها فندرت ان انت تفضل تعملها؟ ندرت ان انا اعملها لان انا شفت نتيجتها. عايز تقول لي الحاجه؟ شفت نتيجتها. ايوه عايز تقول لي ايه الموقف تحديدا تقول لنا؟ شفت انا بصي انا كل مسابقه بعملها قسما بالله، قسما بالله انا ربنا بيعوضني كتير جدا. الدعوه دي ناس بتستهون بيها ان حد يدعي لك، ناس بتستهون بيها. هو انا ليه ناس تهاجمني مثلا وانا ما تمام؟ لان الدعوه عندي بألف واحد يعجبني. تعرف في اللي ربطوا ما بين المسابقه في بدايه المسلسل وبالدعايه ان دي دعايه مدفوعه بس بشكل ذكي؟ حلو السؤال ده، جميل. النهارده انا وانا جبت براند اي كلام، اي كلام تمام، وعملت له جبنه جيف اويز، وزعت منه هياكل مع الناس، هياكل مع الناس. لو اي كلام لا، لو اي كلام لا صح. صح. لو براند جامد وعمل ده هياكل مع الناس، هياكل مع الناس طبعا. صح طبعا. طيب انت النهارده هو عوضي المسلسل بس نجح عشان المسابقه؟ لا. انت عايز تختزل نجاح المسلسل كله، النجاح الرهيب وقهوه بتتكسر وناس بتاع عشان مسلسل؟ انت عايز تشوفها كده؟ لو انت عايز تشوفها كده شوفها كده. طب ما هقول لك على حاجه، طب ما انا ممكن اعمل دعايه برقم المسابقه ونقعد بقى رايحين جايين بقى في المسلسل الجامد، المسلسل العظيم، المسلسل اللي انت جاتها مبسوط مني. طب ما انا رميت فلوس على الارض، رميت فلوس على الارض. فاللي هو حتى لو هي دعايه او انت عايز تحسبها دعايه فهي نافعة للناس، فايده للناس ونافعة للناس. هو انا اذيتك؟ انا اذيت ناس؟ انا انضردرتهم ولا نفعتهم تمام؟ انت ليه ما تبصش للحته دي وعايز تختزل نجاحي او نجاح فريق عمل كامل متكامل في المسابقه؟ صاحبي احسبها زي ما تحسبها، صاحبي احسبها زي ما تحسبها، اللي دماغك توديك فيه وروح فيه، انا اقعد اروح واجي معاك في كلامك.
طب أصرحك بحاجة؟ قولي. المذيعة منى عبد الوهاب ساعة موضوع فاكر بتاع محل الكشري؟ تمام. منى عبد الوهاب لقيت لك صورة وانت قاعد حاطت ايدك على كتف الراجل بعد ما خلص أكل، فراحت كاتبة، حطت الصورة ده على الفيسبوك وراحت كاتبة أكلت يلا نتصور بقى. تمام. دي كانت الفترة، دي كانت ميمز كتير على تمام. الموضوع ده تحديدا. تمام. شفتها ازاي؟ شفت انا بلغت عن نفسي ازاي؟ حلما رضيت؟ هل انا شفتيني رديت؟ لا ما رديتش صح؟ خالص، مع ان في ناس كتير كتبوا كده. طب انا ليه ما رديتش؟ يعني انا جيت اسالك عن الموقف فافتكرت انا عملت ايه؟ انا ليه ما رديتش؟ فقلت لازم اصرحها. تمام، وانا ما ازعلش، خلي بالك، ولو كنت شفتها ما كنتش ازعل منك. لان حق كل واحد يشوف كل لا هي كانت دمها خفيف بصراحه. تمام، انا حقك ان انت تشوفي عوضي تصرفه ده بوجهه نظرك انت. لا، هم الناس ساعتها شافوه بوجهه نظر ان عوضي عايز يبين شهامة، عايز يبيع ويزود يتقل بيعة أنا ابن بلد، أنا شهمة، أنا جدع، أنا بقف جنب الغلبان. طيب هو الراجل ده، الراجل ده أنا جبته أنا إنه بياخد اللقطة يعني. تمام، أنا معاك. وأنا أول مرة أرد على الحاجة دي معاك. عمري ما رديت. أنا عمري ما رديت على حد هاجمني. تمام. هل الراجل ده أنا شفته في الشارع، تمام، ومحدش كان يعرف عنه حاجة، فجبته وقلت للناس يا جماعة الراجل ده مشكلته واحد اتنين تلاتة، هات يا ابني الكاميرا تعالى نصور، وهات يا ابني الاكل تعالى ناكل، فوضى معرفك المشكله وحلها في فيديو؟ ما حصلش. الراجل ده طلع ده من مصر كلها وقال لك انا اتهنت، محدش اتكلم، محدش اتكلم، كله ساكت. تمام، كله طالب بمحاسبه المحل، باغلاق المحل. احنا بنتكلم على 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 على, 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 على عوضي و يعني محدش اتكلم. فطلع العبد لله فقال لك يا عم طب انا اكبر بخاطرك علنا، زي ما اتكسرت زي ما انصرك وناصر ربنا. تمام، ده اللي انا عملته. الراجل مشكلته كانت على الملأ، فحبيت ان انا ترد له، ربنا يسببني سبب ان انا اردها له على الملأ. تمام، فروحنا اكلنا، فتعالى يا عم انا ايه احكي لك احلى اكله. اي حدث، اي حدث نجم بيعمله، اي حدث نجم بيعمله بيبقى مغطى بال 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 بالصحافة والحاجات دي. تمام، فده حصل. فأنا النهاردة فبوريك ما كانش قصدك تتصور معه عشان تكبر بخاطره؟ عشان لا، أنا ما عملتش كده، لأن في الآخر ما هو في الآخر ما هو أنت بتبص بعد كده، ما هو ربنا بيكرمني بعديها. طب هجمك ليه في الآخر يا عودي؟ أنا 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 بحب الناس، أنا راجل بحب الناس. لا، هو هاجمك ليه بعد كده؟ هو يعني أنت عملت معاه موقف براحته، ولو موقف جدعنة براحته وموقف إنساني. وأنا بعمل جدعنة عشان شخص يشكرني، أنا النهاردة بعمل جدعنة مع راجل من حد من الناس. هو أنا مستني شكره؟ أنا مش مستني شكره، أنا بعمل حاجة عشان حاجة أنا مؤمن بيها. طب هو ليه قال وعدته وما وفيتش؟ وعدته إيه؟ وعدته وخلفت، قال إن أنت وعدته إن هو يرجع يشتغل تاني سواق. هو يقول اللي يقوله، يعني هو يقول كل واحد مسؤول عن كلامه. وانا مسؤول عن التصرف. قلت ايه لنفسك ساعتها؟ طب لما عملت؟ لا، ما ندمتش. مش هتبقى ندمت على خير عمرك؟ ده عمري. بس ما بترنش في ودنك كده اتقي شر من احسنت اليه؟ لا 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 والله. انا جوايا ايه؟ انا شايف نفسي ازاي؟ انا شايف نفسي ازاي؟ اصل انت صاحبي ما بتعملش معاك اللي بيتعمل معايا في لما اخويا بيشوفني. اخويا بيشوفني بيبقى الحماميه، وانت اخويا عوض دي عندي بالدنيا، دي عندي بالدنيا. هبص بقى انا، انت بتقعد تقول ايه يا باشا؟ قول اللي تقوله واحترامك على راسي. اسالك سؤال غريب شويه، عمرك رحت لدكتور نفسي؟ لا عمري. عمرك؟ ولا فكرت؟ لا. بتحل مشاكلك بنفسك؟ الحمد لله ما عنديش، ما يعني ما الحمد لله رب العالمين ما قابلنيش مشكله حسيت ان انا فيها تعبت نفسيا فارجع للدكتور. ما حسيتش انك محتاج؟ يعني ما حسيتش ان انت محتاج حد يساعدك في ازمه لا نفسيه؟ لا الحمد لله، الحمد لله. مونولوج التحول في حياتك، انا هقول مونولوج وانت هتقول لي مونولوج. انا بالنسبه لي مثلا شايفه فنيا مونولوج التحول من ممثل لادوار رومانسيه للبطل الشعبي اللي انا شايفاه قدامي. انا كنت ملاكم وكنت راجل رياضي واشتغلت مع استاذ نور الشريف، فمنها وكان عندي هاجس التمثيل بيراودني. استاذ نور الشريف وكان مثل العالم وظاهر، فانا لما رحت له كنت رايح له عشان اشوفه بس، يعني زي ما حد عاوز يشوف نجم هو بيحبه فيشوفه قدامه. فشفته كان كل همي ان انا اشوفه قد ما يعني اكتر من ان هو ياخدني، فهو خدني. فده كان من حسن حظي ان انا طلعت من مدرسه العملاق استاذ نور الشريف الله يرحمه، اللي هو الاب الروحي ليا.
واختارك وعملت دور رومانسي. مش ما حبيتش الادوار الرومانسيه؟ انا بطبعي مش رومانسي. انت بطبعك مش رومانسي عوضي ولا انت فاهم الرومانسيه غلط؟ في رومانسيه بتضايقني وفي رومانسيه انا احب، يعني انا احب دايما الرومانسيه تبقى برجوله تبقى ناشفه، رومانسيه ناشفه تبقى ناشفه. يعني الراجل يعني لازم يبقى راجل في كل حاجه، فالرومانسيه تبقى كويسه. طب كلمني عن الرومانسيه اللي بتضايقك اللي ما بتحبهاش. لا فيها تلزيق دي ممكن على فكره مش مش مش, مش بعيب فيها. انا فاهم انا فاهم، هي وجهه نظري. لا واحد دلوقتي يقوم كاتب لك ايه ده انت راجل جدا، فاهم قصدي؟ اه ده انت. لا هو دي تركيبتي كده. طب يا جماعه طب اعمل ايه طيب؟ طب الرومانسيه اللي ما بتحبهاش ملزقه ازاي؟ اللي هي فيها ضعف من الراجل؟ لا على فكره هم مين قال ان حب الراجل للست ضعف؟ انا ما قلتش كده عمري. لا انا بتكلم على نوع الرومانسيه اللي انت بتحبها. نوع الرومانسيه الملزقه اللي سميتها ملزقه. لا دي قصه تانية. مش فكره ان انت تبقى ضعيف، ما انت ممكن تبقى ضعيف قدام اللي بتحبها من حبك ليها. اه انا ما قلتش ده. بس الرومانسيه اللي هي اللي مش عارف اوصفها، يعني ايه الملزقه؟ الملزقه فالرومانسيه تبقى برجوله. طيب يعني انا ممكن احسسها بحب ليها وبتاع بصوت تخين يعني؟ لا يعني بكاركتر يعني حد يعكسها اضربه. لا وحد يعكسها ليه؟ حد ليه حد يعكسها؟ ما حدش يقدر يعكسها اصلا. لا ما حدش يقدر. بس ده وجهه نظري يعني. عشان كده ما بتلعبش ادوار رومانسيه. بلعب ما هو يعني انا عملت كذا رومانسيه بطريقتك. رومانسيه بطريقتي ورومانسيه في اطار ايه؟ اه مش مسلسل رومانسي من ايه؟ انا مش نوعي. اه يعني في زمايلي كتير بارعين في الحته دي. أوه. مش نوعي. ف لكن هو قال انا بشوفه وحش. لا ما بشوفوش وحش، بس حاجه انا ممكن اعمل رومانسيه بطريقه عرب السويركي. هو رومانسي بطريقه الخديوي. بطريقه الخديوي، ما هو بيحب الخديوي بيحب وكوماندا بيحب وعرب السويركي بيحب. حب ناشف كده، حب حرش. اللي هو بيبقى اقرب للي انا بعرف بحبه يعني. اه واقرب لنفسيه معظم الستات المصريه. ما وانا بقى ما اعرفش بقى. اه طبعا لا في ستات بتحب المسبسب ده الملزق. طبعا مش ملزق، ما قلتش حد ملزق، ما قلتش كلام. انا بقول الرومانسيه الملزق، ما قلتش رومانسيه، ما قلتش راجل. لا كل رجعه على راسي. قلت النوع الرومانسي، النوع الرومانسي الملزق. اه بس ما بعرفش اعمله. طيب قول لي مونولوج تحول في حياتك، لحظة تحول، لحظة عملت نقلة في طريقة تفكيرك، في طريقة تعاملك مع الأشياء، في مشوارك، في السكة اللي بتختارها. أنا وأنا صغير في المدرسة كنت يعني محبوب في المدرسة ومحبوب من المدرسين. فلما ده حصل خلاني يعني أبقى نفسي أكمل في ده. يعني أبقى حبيت شعور حب الناس ليك. بالظبط. حبيت شعور المدرسين بيحبوا أحمد. يعني زمايلي بيحبوني. فحبيت ده. ان المنطقه الناس في المنطقه جيراني بيحبوني. فكان كل الهاجس اللي في دماغي ان انا احافظ على ده اكبر بيه. ان انا اي في اي مرحله من مراحل حياتي سواء لما اكبر، ممكن اكون انا بكلمك دلوقتي وانا صغير ما كنتش بادرك الكلام ده بالادراك الواسع بتاع دلوقتي. بس يعني اللي هو ايه، كل بفكر في مرحله بعديها اخش اعدادي، طب انا عايز برضو احافظ على الحته دي. اخش ثانوي عايز اخش الجامعه عايز احافظ على الحته دي. اخش مسرح الجامعه عايز احافظ على الحته دي. فاخش الوسط الفني فعايز احب احافظ على الحته دي. ان انا ابقى طول الوقت محبوب وسط الناس. تمام. وده مش 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 حاجه وحشه. لا مش حاجه وحشه، لان الانسان مش بيعيش لوحده في المجتمع طبعا. لا والحب والمحبه شيء جميل بالزبط. جدا. بالظبط. ومش معنى ان انا يعني بيقولوا جنه بدون ناس ما تنداس. تمام. انت عايش بحب الناس، انت عايش بان انت بتراضي وتتراضى. مش معنى ان انا شخص مثلا ان انا رياضي او ان انا شخص مثلا وشي اجريسيف شويه او صوتي اجريسيف شويه او بتاع ان انا مش اكسر في الناس. لا انا بلعب رياضه وانا صغير، عمري ما ما ما, ما, ما حبيت كده. لكن الناس تحبك وتحب العلاقه دي حلوه. انت بتعيش بحب الناس، تبقى نايم كده على مخدتك والناس حباك وانت حبيبهم. مش قاعد مرازي ومطرازه. في قناع بتضطر تلبسه احيانا عشان تحافظ على الحته دي، على المحبه دي مع اللي حواليك؟ لا يعني مش ممكن يوم مثلا تبقى عصبي فتلبس قناع ان انت تمام وان انت عادي عشان ما تتعصبش على حد، ما هو مين الحد؟ ما تكسرش بخاطر حد. مين الحد؟
الناس اللي بتحبك في الشارع. لا الناس اللي بتحبني في الشارع. لا 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 الناس اللي بتشتغل معاك. الناس اللي بتحب. ممكن اتعصب على حد بيشتغل معايا، ده شغل ما فيهوش اقنعه. لكن الناس اللي بتحبني في الشارع هو ملوش اي علاقه عوضي ايه في البيت. هو الراجل داخل شاف راجل هو بيحبه غصب عني، لازم حتى لو انا عندي ايه. لا هو الراجل داخل واحد بيحبك، فداخل يقول لك ازيك عامل ايه انا بحبك. فانا لو عندي ايه في البيت هو ذنبه يشوف طب ده قناع هو بالداري اللي انت حاسه. مش ادعاء ده. لا ادعاء حاجه وقناع حاجه. ده قناع ان هو انا 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 القناع هوريك وش. القناع مش لازم خالص يبقى خديعه. ما عشان بس الناس تفرق خالص. القناع يعني انت لو لا قدر الله متألم نفسيا شويه مثلا، فقدت عزيز مثلا وحقيقي انت مليان بالدموع من جوه، ممكن شخص زيك لانه عامل كده شويه ما يبقاش سهل عليك مثلا ان انت تبكي قدام الناس. تمام. فهتبقى هتحاول تبقى ثابت. طبعا. ما هو ده قناع ثبات. تمام. هل ده خداع؟ لا لا ده حمايه لجزء منك. القناع ما هو القناع لا ممكن لو بمنظور بمعنى اللي بتقوليه ده. بعدين احنا على المسرح يعني الادوار تتلعب بالاقنعة. ماشي لو بالمعنى اللي انت بتقوليه ده ممكن البس قناع ان انا ممكن ابقى متضايق نفسيا وبتاع، بس عشان انت شايف دايما عوضي بطريقه معينه فانا هضطر ان انا ما اوركش ده. مش هدمع قدامك. مش هبين لك ان انا مجروح قدامك، مش هبين لك ان انا مكسور قدامك، لان انا في الاخر بني ادم. مهما كنت قوي ليا وقعتي وليا كسرتي وليا ضعفي وليا حزني مع نفسي، بس مش هورهولك. اي قناع بقى بتضطر تستخدمه اكتر واحد عشان تخبي ايه؟ لو انا موجوع مثلا. لو انا متضايق. لو بتلبس قناع ايه؟ بتضحك وتهزر ولا القوي؟ لا مش عارف اضحك واهزر، بس مش عارف، بس هبين ان انا تمام، ان انا كويس. هو ده القناع. بتلبس قناع قوي بالظبط. حتى لو انا في حته كده موجوعه والحاجات دي من البدايات للصراعات مع احمد العوض. كل بطل في حدوته بيواجه صراعات. صراعك الأكبر مع الأقدار ولا مع نفسك ولا مع المحيطين بيك؟ مع الأقدار. أول صراع مع الأقدار كان إيه؟ أقوى واحد. موت أمي. الله يرحمه. الله يرحمه. لما توفت كنت صغير قوي. كان عندي 10 سنين أو 9 سنين حاجة كده. تخطيت القدر ده ولا لسه معلم فيك؟ لا تخطيته، لان انا ابويا ربنا يديه الصحه يعني عوضني، بس يعني كان يظل في حياتي حته اللي هو افتقاد الام. لان امي دي حاجه مهمه جدا، وده حتى في شغلي بحاول دايما اعكسه، لان الام دي اهم حاجه في الحياه. امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. قلت على الفنانه سهير المرشدي لما اشتغلت معاك انك حسيت تجاهها بمشاعر امومه ما حسيتهاش قبل كده. ده حقيقي، وانا اتشرفت ان انا اشتغلت مع الفنانه الكبيره استاذ سهير المرشدي، وحسيت ده مع استاذ سلوى عثمان في حق عرب، وانا اتشرفت اشتغلت معاهم والاثنين حسيت لهم احساس الامومه. ف يعني دي حاجه انا افتقدتها من وانا صغير يعني، بس دي اقدار مش 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 بايدي يعني. طبعا واكيد بتاثر، لان طبعا. لان فكره عيد الام يجي فانت ما تلاقيش الام وبتاع، مهما كانت بقى الدنيا حواليك محسساك ان ما فيش حاجه وبتاع، بس ما فيش، مش هتمشي كده. شعور اساسي وكبير مش موجود. طبعا، فده بيبقى قدر ربنا. بس ارجع واقول انا بحب ابص على نص كوبايه مليان، ان ربنا اداني اب عظيم. بس كان شديد. تمام، ما عنديش مشكله. زي ما هو كان شديد عليا انا ابقى شديد على عيالي. انت قلت كده والدنيا اتقلبت، قامت ما قعدتش. ما هو عشان كده انا بقول اللي عندي اللي جوايا، مش بقول اللي يعجب، انا بقول اللي جوايا اللي انا مقتنع بيه اقتناع. حبيت شدته عليك لدرجه ان انت ممكن تبقى شديد جدا مع اولادك فعلا، ولا سامحته في الشده
لدرجة ان انت ما بقتش حاسس انها مؤذية؟ لا انا ما سمحتوش، لان انا ما كنتش زعلان منه، انا ما كنتش زعلان من ابويا، ابويا ده عندي حاجة كبيرة يعني. في طفل بتضرب وما بيزعلش؟ لا انا ما كنتش بزعل، لان انا غلطت وكنت بشوف ان الغلط ما بيتكررش تاني لما كنت بعمل كده. وبعدين هو بيضربني عشان ما بيحبنيش، ولا بيضربني عشان يقومني؟ طريقة غلط للتعبير عن الحب. انت مش شايفها غلط من وجهه نظرك، ومستعده تضرب ولادك من وجهه نظرك. من وجهة نظر يا جماعه، هو ليه بنختزل المواضيع؟ ليه بنوصل للاكستريم؟ يعني ليه ده يعني يضرب ولادي؟ يضرب ولادي يعني امسكه كربجه ولا اعذبه؟ ما هو ده ضرب. مش ده اللي كنت تقصده لما قلت هبقى شديد مع ولادي؟ هبقى شديد، او انا الموضوع ده ضرب، قلت هبقى اب شديد جدا. لان انا عايز ابني يطلع كويس، عايز ابني يطلع راجل، عايز ابني يطلع فاهم الحياه، عايز ابني يطلع جدع، عايز ابني يطلع مش كلمه توديه وكلمه تجيبه، ما يخشش في سكه مش سكته. ان انا بحب ابني فعايزه يطلع راجل، ولا انا بقى راجل بقى كول واحنا اصحابه وحبايبه؟ طب مش ممكن نبقى كول واصحابه وحبايبه ويطلع احسن ما انت عايز؟ لا لا لا، الشده بتعلم اكتر من الحب. كول واصحابه وحبايب في مرحله معينه، الشده بتعلم اكتر من الحب. ما هو انا احبه، هو في حد؟ وانت هتبقى حنان على ابني اكتر مني؟ طب ما تبقى ابوه احسن انت بقى، خده ربيه انت بقى. ما بلاش ناخد ادوار. طب ليه الدنيا قامت ما قعدتش لما انت قلت انا هبقى اب شديد جدا؟ لا ما هو قامت ما قعدتش. فين؟ مين قامت وما قعدتش؟ لما في ناس قالوا ان كلامي صح، وفي ناس قالوا ان كلامي غلط. حقك تشوف ده صح وغلط، كل واحد ربي ابنه زي ما عايز. التربويين قالوا ان كلامك مش صح. خلاص بقى صعب، انا بربي ابنك انت ولا بربي ابنك؟ مش فاهم. ربي ابنك زي ما انت عايز، انا قلت لك حاجه. هتيجي تعلمني انا ربي ابني ازاي؟ هتيجي تعلمني ربي ما تعلمني بقى ادير بيت ازاي؟ علمني بقى اصرف ازاي؟ لو حد متخصص يا عوضي ما تحبش ان هو يقول لك او يديك فكره، ما تقوليش الطريقه الامثل لتربيه ابنك. لا ما تقوليش ده كلام كتب وانشا، ده انا هشتريه منك. ماله كلام الكتب؟ لا مش قصدي يعني، انا باشا زي ما تربنا نربي. ما هو ده اللي مطلع، ما هو ده اللي مطلع العيال ترد على ابهاتهم، ده اللي مطلع العيال يبقى عيال كده ويرد على امه. امك ترد على امك؟ طب مش الدنيا اتغيرت يا عوضي؟ لا الدنيا اتغير في الصح، في الصح، الصح ما بيدمش. هو في حد يرد على امه؟ ويرد على ابوه ويقول له بس على الشباب بس احنا بنتناقش دلوقتي؟ تناقش ايه؟ لا عبيط ولا ايه؟ ده ابوك. طب ما ينفعش يتناقش بادب واحترام وذوق وهدوء؟ ايوه بادب واحترام وذوق في اطار ان هو ابوك. مش ابويا ابويا بسمي جمال فانا اقول له يا جيمي. لو عمل عكس كده كده حلو يعني، منوله على طول ولا ايه؟ لا مش قصدي يعني، الاب ده اب يعني، ما اهزرش. ايوه طبعا ابوي بسمه جمال فاقول له يا جيمي انت كده حلو يعني، انت كده مربي ابنك حلو يعني. بقول له يا جيمي، يقول لي يا حماده ليه؟ له لا ليه لازم الاكستريم يعني؟ يا جيمي وحماده يا اما ابقى شديد عليه. ما تشوف كده بقى، ما هو ده بدايه التطاول. ما هو التطاول ليه درجات. انا النهارده وانا بكلم مديري في الشغل، فاهم قصدي؟ هقول له بس صداقة الأب مع ابنه يا عوضي بعيد عن الإكستريمز مش حاجة وحشة. لا صداقة في إطار الاحترام، مش في إطار التطاول. صداقة في إطار الهيبة، صداقة في إطار إن أنا أترعب لو أبويا عارف إن أنا بعمل حاجة غلط فما أعملش الحاجة الغلط. أنت مش ممكن بالحب والصداقة والاحترام والثقة ما يفكرش أصلا يعمل حاجة غلط؟ حلو بقى بالحب. حبا فأبوه مش خوفا؟ لا أنا ما قلتش إن هو خاف مني، أنا قلت إن هو يحبني بس لازم يبقى فيه لحظة حزم. الحزم ده لو مش موجود في أي حاجة في الحياة، انت محتاج تبدل كلمة شدة بحزم في كل نواحي الحياة. لازم يبقى في حزم، المدير لازم يبقى حازم، القائد لازم يبقى حازم، تمام؟ الأب لازم يبقى حازم. بس الشد الحزم غير الشدة يعني. الشدة بقى، الشدة بقى لو في بصي الدنيا فتحت قوي، فبقى في حاجات كتير ممكن تبوظ العيل في دماغه. احنا على أيامنا تمام ما كانش فيه الانفتاح ده. تمام النهارده انت الدنيا منفتحه، ايوه ادي له الثقه كامله، بس طول الوقت تبقى انت ماسك الموضوع. لان ابنك ممكن يطير منك في ثانيه. ايه اللي من باباك في طفولتك حساك بشويه تعويض عن عدم وجود مامتك؟ ايه اكتر حاجه شايلها له كده في الحته دي؟ كل حاجه. الراجل كان بيسهر علينا انا واخويا وكل حاجاتنا ما بتتعمل وكل حاجه، قايم بدور الاب والام، فكل ده شايله له. كان بيعمل لكم اكلكم؟ كل اكله وكل حاجه، فاهم قصدي؟ فالراجل ضحى بحياته عشان ولاده يطلعوا كويسين. ولو بنتي عوضي؟ لا قصه ثانيه. احكي لي بقى. لا قصه ثانيه، البنت لازم ما فيش بقى، ما هو اللي يدور هنا ما يدورش هنا. يدور هنا، ده تكوين وده تكوين. ده تكوين وده، البنت بقى يدور معاها ده.
ناب ابوها بيثق فيها، فطول الوقت عملوا حساب انها مش عايزه ان البنت بتشوف الاب كل حاجه في حياتها. طبعا هو نفسها تتجوز واحد زيه. طبعا هي نفسها حبيبها يبقى زي باباها في عينيته عليها. طبعا في ان هو بيدلعها واللي بتفتقده في ابوها بتنجذب ليه بعد كده بره. فتلاقي الاب وهو بيكلم لجوز بنته فيقول له يا ابني بنتي ما اتهنتش في بيتي فانت تحافظ عليها. هم ليه قالوا الجمله دي؟ لان البنت ما بتتهنش في بيت ابوها، البنت بتبقى ملكه في بيت ابوها. على فكره ممكن يبقى كل كلامي غلط بس دي وجهه نظرك، ده رايك، دي نظرتك أيوة للحياه انت والامور. انت ما تقعدش بقى تنظر عليا، هو انت لما بتطلع تتكلم انا بنظر عليك ولا انت اكل عيشك الكلام يعني؟ مش صح يعني، انت قاعد بقى مستني بقى فلان بيقول ايه فتطلع تكتب لك ده اسمه ايه ده اللي هو مش من اخواتك، فاهم؟ مش قصدي. ايوه هو اسمه ايه اللي مش من اخواتك؟ مش قصدي، فاهم؟ انا اتربيت كده واخواتي اتربوا كده، انا بقول ارائي اللي انا خاصه بيا انا في حياتي انا في دنيتي في شغلي في طريقتي مع الناس. انت داخل جوايا ليه؟ صحابي ما تخليك في حالك. علم النفس بيقول انه دور الام في حياه الرجل بيبقى مرتبط قوي ومؤثر على علاقاته العاطفيه ونظرته للست، نظرته للمراه عموما. فقد الام خلاك كنت مراهق حبيب وشاب حبيب لان الست مهمه جدا في حياه الراجل. الراجل ما يقدرش يعيش من غير ست. نصك الثاني ربنا لما خلق ادم. عدم وجود الام خلى وجود الست اهم من الطبيعي؟ طبعا، لان ما فيش ام. ممكن لو في ام تعوضني عن غياب الست. تمام، لكن ما فيش راجل يعيش لوحده. ربنا لما خلق سيدنا ادم خلق معاه حواء. طبعا فالام عدم وجودها، ومعنديش اخت. يعني معنديش اخت، فالعنصر ده عنصر مهم جدا في حياه الراجل. تمام، فاللي يفتكر ان الست مش مهمه في حياه الراجل ده 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 دماغه تعبانه. أكتر مرة حبيت كان عندك كام سنة؟ حب اللي هو الفظيع ده بتاع المراهقين والصغيرين. لا بس حب المراهقين مش أكتر حب أنا حبيته. يمكن يبقى أصدق حب. لا مش أكتر، ما كانش أصدق، مش أكتر حب أنا حبيته. إمتى كان أصدق حب؟ كان عندك كام سنة؟ أحمد العوضي بيتكسف. لا مش بيتكسف، أصدق حب كانت ياسمين. عرب بيتكسف. لا كانت ياسمين أصدق حب. ياسمين أصدق حب. طبعًا 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 طبعًا. كان حب صادق وناضج وواعي. ان ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي اللي انا اقدر اقول لك دلوقتي. لو انا حبيت مثلا كذا مره فهي دي الحب الحقيقي، لان انا عشت معاها ايام بفترات بمواقف بمراحل. فلا طبعا كان حبكم باين وصوته عالي كده مسموع. وكان الانفصال راقي، كان محترم هادئ، ما كانش ليه صوت. زي ما بقول لك يعني، هي النهارده بقول لك هي الحب الحقيقي في حياتي، وافضل اقول كده على طول. خلي بالك مش دلوقتي بس، لان مش هعيش اللي انا عشته مع ياسمين. مش بصي انا واصل لمرحله ان انا ممكن اقول لك كلام تاخد عليها بعد كده، بس انا بقول لك الحقيقه. تعبك كان بسبب الانفصال؟ لو هي قصة حب عادية ما توصلش للناس بالطريقة دي. إيه اللي يخلي حب بالقوة والصدق والعمق ده ينتهي؟ ده بيبقى اسمه مصيبة. أكبر صراع عشته مع نفسك؟ أي حاجة بيبقى فيها جدل أنا صح ولا غلط. دخلت صراع نمبر 1. مفيش حد هو رقم واحد في المطلق، غير كده كله في الأوانطة، لأن أنا لو دامت لغيرك ما كانتش هتجيلك. يشغلك السنه الجايه ان انت تبقى مسلسل ناجح جدا؟ لا يشغلني ان انا ابقى انجح من حق عرب. انا الدور اللي بلعبه دايما جزء من شخصيتي الحقيقيه. فقال لك ده ما بيعملش غير الظبط، سيبنا الظبط، ما انا الشعبي. ما بيعملش غير الشعبي، امال اعمل لك انا ايه بقى؟ مش فاهم انت، بطل تمثيل. الفنان بيومي فؤاد قال ان الاب هو البطل لفيلم الاسكندراني. ده من وجهه نظر مين؟ الام؟